والحين بنجرب لكم التسارع، نروح لمهنا. طبعا اذا انت بتشوفها على طريقه الوضعيات، وفي عندك هنا سبورت والاندفجوال. طبعا الفئات الاعلى يصير الـ زي التيربو اس، يصير حق الوضعيات هنا تحول وتغير، تغير طريقه الوضعيه، تغير الوضعيه اللي انت بي من هنا. في زي بحط لكم صوره عشان تشوفونه. عندنا بس نورمال وسبورت واندفجوال. نجرب سبورت، وتقدر بعد من هنا مو بس من عند الشاشه، وهنا تتحكم بعد بنفس حق اللي هو سبنشن والتعليق قوته. خلينا نحطه على سبورت، يزود الضغط ونقول بسم الله. حصان بس فزت الموت الروعة ما شاء الله. الجير 8 سرعات وبي دي كي محشور، النمر نمرته قصيرة ومحشور، تبديل سريع ما شاء الله تبارك الله. بحكم انها سيارة تعتبر يعني سيارة رياضية بنفس الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد. اليوم معنا بورش بناميرا 2018 الجيل الثاني، طبعا تغيرت موديل 2017 واللي معنا هذه 2018. بتكلم لكم بشكل عام، طبعا تعتبر على الجيل الثاني ومبنية على قاعدة عجلات جديدة كليا من شركة بورش ام اس بي. صارت اطول 34 ملي واعرض ب 6 ملي واعلى ارتفاع 5 ملي من الجيل السابق. ولو تلاحظون الواجهية الأمامية فيها شبه من الموديل السابق، بسبب أن الشركة محافظة على هوية وشكل بناميرا الجيل اللي راح، بس ضبطوا بشكل الصدام اللي تحت وفتحات التهوية صارت أكبر وخطوط حادة وشكل النور تغير. طبعا على كلامهم أنها تغيرت هي بشكل كامل وجذري، بس كملامح وزوايا وشكل نفس اللي قبل، بس أنه متغير يعني، سواء بقصة الصدام، سواء بالنور مع الجنب، فتحة التهوية، وراح أذكر لكم كل الأشياء اللي صارت فيها بالضبط. طبعا صارت التصميم خطوط أكثر حدة، أنوار LED، وفي LED ماتريكس اللي معنى هذه LED، LED الماتريكس نفس تقنية الإضاءة والنور حق الأودي. وبالنسبة مع الجنب بتشوفونه تغير خط السقف، وصار حتى النوافذ، طريقة النوافذ قريبة من البورش اللي 911 الكوبي، وجملوا تصميم فتحات التهوية وصارت أكثر حدة بعد مع الجوانب. ومن وراء نشوف هو التغيير الأكبر طبعا، ولو تلاحظون صار أسطب بشكل متصل مع الجهة اليمين مع الجهة اليسار، وبالنص اللي هو اسم الشركة البورش، ويصير اسم السيارة أو فئة السيارة بيصير هنا تحت بناميرا أو بناميرا 4S أو بناميرا تيربو. وغيروا حتى شكل الصدام اللي ورا، وعندك هنا فتحات التكييف. طبعا هذه فيها حساسات أمامية وخلفية أكيد، ومخارج شكمان مثل ما أنتم شايفين. التيربو يختلف شكل الشكمان، واسطبات مثل ما قلت لكم متصلة، واسطبات LED. الجنوط طبعا في خيارات، اللي معي هذه جنطة 19، وفي خيارات 20، وفي خيارات اللي هو طبعا صار فيه الشكل الجناح اللي مثل ما انتم شايفين هذا، تقدر ترفعه بكبسة زر، وهو يرتفع طبعا اوتوماتيك لو صرت تعديت سرعة 100 أو 120. طبعا الفئة اللي معنا هذه الجناح، شوفوا خلوا اوريكم عشان تشوفون الزوايا واضحة، شايفين التيربو بيصير الجناح مو قطعة واحدة زي كذا، لا ثلاث قطع تطلع كذا من النص ويروح يمين ويروح يسار وتصير متصلة. هذا شكله، وهذا اسطبات الاي دي، شايفين شلون متصلة. طيب بتكلم لكم بعد عن المحركات. المحركات بالنسبة للي معي هذه 6 سلندر، حجم الماكينة 3 لتر، بقوة 330 حصان تيربو، وعندك يا طول العمر العزم 450 نيوتن. الفئات الأعلى عندك اللي هي 4S 6 سلندر 3 لتر، بقوة 440 حصان تيربو، يزيد عن الجيل السابق 30 حصان، والتسارع من 0 إلى 100 في 4 ثواني فاصلة 4.
المحرك الثاني هو الأقوى اللي يجي على بنميرة التيربو بحجم 4 لتر 8 سلندر بقوة 550 حصان والعزم 770 نيوتن، أقوى من المحرك السابق ب 20 حصان و 70 نيوتن. التسارع من 0 إلى 100 في 3.6 ثواني، نفس تسارع اللامبورغيني هوريكان البي 580. طبعا الجير جديد بالكامل، بي دي كي دبل كلتش، 8 سرعات، سريع بالتبديل ونمرة محشورة مثل ما شفتوا بالتسارع، الجير محشور وطيار ما شاء الله وسريع التبديل، وفوق كذا صار يعطيك صرفية بنزين أفضل وصار حجم الجير أصغر وأخف من الوزن اللي قبل. وعندك هذا اللي معنا، طبعا انتم عارفين البورش في اشياء ومواصفات انت تختارها، يعني تقدر تختار شكل الجنط، تقدر تختار لون المراتب، نوع المراتب اللي معي جلد صناعي، تقدر تختار مساج، رادار، تبي يخرج عن مسار، كل هذه المواصفات زي السيارات الاوروبيه المعروفه اللي تعتبر مواصفات اضافه وكل اضافه بسعره. طبعا هذه اللي معي ما فيها لا رادار ولا نقط عمياء ولا شيء. وعندك يا طول العمر خلينا نستعرضه لكم الحين، هذا الجنط مقاسه 19 في جنوط شفتن عندهم بالصالة، بصور لكم التيربو عندهم بالصالة. طبعا هذه اللي فيها بس حساسات أمامية، الإضافة اللي فيها بس حساس، طبعا هي جاية حساسات أمامية وخلفية وغسيل الأنوار هذا كلكم عارفينه، وإضافة اللي هي سقف البانوراما، في شيء تقدر تجيك بدون سقف بانوراما، وابواب شفط، هذه الاضافات اللي فيها. الاشياء اللي باقي تجي هي ستاندر من السياره، هذه الانوار الاي دي الاعلى، وتقدر تطلب بعد الاي دي ماتريكس نفس اللي قلت لكم الشكل، حتى الشكل اللمبه والاضاءه تختلف، ونفس ما قلت لكم انها نفس تقنيه حقه الاودي الاي 8 الجديده. طبعا المفتاح وريتكم المفتاح، انا الحين بسعرض السياره من داخل، بس خل بصور لكم مفتاح. هذا المفتاح، المفتاح انا ودي لو هو اجمل من كذا، يعني ما ادري يعني كشكل كويس وكذا، بس ودي لو هو افخم، ما ادري انتم ايش رايكم بالله. والحين بستعرض لكم السياره داخل ونشوف باقي الاشياء اللي فيها، بس ودي قبل ان اركب السياره عشان اقرب الظلام ودي اصور لكم الماكينه والشنطه تشوفونها. وهذه الماكينه 6 سلندر بحجم 3 لتر بقوه 330 حصان تيربو والعزم 450 نيوتن. وبالنسبة للشنطة، وقبل افتح الشنطة شوفوا جمال اسطب، اكثر شيء صراحة عجبني شكل اسطب من ورا، شوفوا ما شاء الله صراحة عجيب. اول كان اسطب البنميرة الشكل الاول، بس هذا بشكل بيضاوي بدون ما هو متصل، بحط لكم الصورة تشوفونها. طبعا القصه انتم لو تشوفونه شلون جايه القصه، يعني جامعه ما بين 4 ابواب وما بين الهاتش باك وما بين سبورت بنفس الوقت. شوفوا الانخفاض اللي ورا جاي مع الشنطه، هذه كانها حتى اسمها هي لو تشوفون بالحق صرفيه الوقود انه معطينا مسمى اللي هاتش باك، ولا هي جايه كـ4 ابواب. المنافس له طبعا ما هي تعتبر، انا في ناس يقولون انه للمرسيدس الاسود بي ام الفي 7 والاودي 8، لا انا اشوف يعني والاغلب اكثرهم المنافس الوحيد لحد الان الجي تي اس المرسيدس الـ4 ابواب اللي كانت باب واحد صارت تنزل بـ4 ابواب، توه نازل مدينة 2019، صورت لكم معرض جاي في الدولي بحط لكم الرابط. منزلينها الجي تي اس علشان تنافس البنميرة، كلهم من داخل شوي ضيقات، يعني شوف انا اللي اجسامهم كبيره او طويل بزياده ممكن ما راح تتناسبه، يعني الطول المتوسط والقصير هو اللي راح يرتاح جوا السياره داخل السياره. طيب خلوا اوريكم الشنطه، والله قرب يظلم الظلام وانا ما خلصت. هذه الشنطه كهرب طبعا، هذا شكل الشنطه، شوف فتحتها زي فتحه الهاتش باك، طبعا مساحته كبيره بس المشكله سبير هو اللي ماخذ المساحه كلها. بعض السيارات الالمانيه زي كذا زي المرسيدس زي الجي ال سي يحطون سبير هنا فياخذ المجال، يعني انا ودي لو في طريقه تصير مثلا سبير صغير او رن فلات، لانه مرات اذا انت معك عائله ولا شيء تحتاج الشنطه فيصير وضعك مشكله يعني مع سبير هذا. عندك هنا عاد مساحه تخزين، تقدر تصفط المراتب بعد قدام بس، والعده كلها هنا موجوده، وشنطه كهرباء طبعا اكيد. خلصنا من قدام ما في شيء مثل ما انتم شايفين، صرفيه الوقود بصوره لكم بالوكاله لان استكر هذه سياره تجربه فما هو موجود. هذا شكل الاشاره بالمرايه،
وعندك هنا النور، بس النور عاد بشغله لكم بالليل وتشوفونه اكثر. الحين ندخل جوا، نشوف السياره من جوا، اوريكم السياره من داخل. هذا الشكل الداخلي، حتى من داخل يعتبر تغير جذري بعد، غيروا الكونسول ووسط الديكور اللي بالنص، بصوره لكم الحين. بس خل نبدا من هنا. عندك هنا التخشيب جاي بيانو بلاك، قفل مركزي، والتحكم اللي هو بالنوافذ والشنطه، والتحكم بالمرايا. طبعا المرايا اوتو اكيد، وفي اضاءات اللي هي المحيطيه جايه هنا، وفي اضاءه هنا داخل، وفي اضاءه بعد هنا. هذا شكله قبل لا نركب. شوف الاضاءه جايه بنفس الاطار حق السماعه. طبعا مثل ما قلت لكم، بعض الفئات هذه يعني تعتبر كعشان التجربه، ما هم حاطين كل المواصفات فيها. هذا التحكم بالنور وهذا التشغيل. بس خلنا نركب وكمل لكم الباقي. عندك هذه الازرار تتحكم كلها بالاضاءه والمساحات، ثبت السرعه. خلنا نركب ونكمل. بس قبل لا اركب، انا خايف انه تظلم الليل، خل اوريكم المرتبه الخلفيه. شوف هذا، هذه المرتبه الخلفيه. هي بشكل عام ورا اشوف انها ضيقة شوي صراحة. مثل ما قلت لكم، الاحجام المتوسطة والقصيرة ورا ما عندهم اي مشكلة. شوف انا مرجع مرتبة اخر شيء، بحكم انا طولي 190 تقريبا. ستارة، في ستاير كهرب هنا جانبية، وفي خلفية بعد. وعندك هنا شاشة تحكم بعد، وعندك هنا بعد تقدر تتحكم اللي هو بالمكيف، وتقدر تتحكم يطول العمر بالسقف حق اللي فوق راسك هذا على طول. عندك النظام عشان اذا صار ورا بزران تقدر تقفل الشاشه هذه من قدام. هذه يصير فيها النافيجيشن والاوبشن، وعندك الميديا وبعض الاشياء. خلي اخلص من هنا وبعدين نفتح لكم. هذه فتحه التكييف، وعندك هنا اللي هو حقه الولاعه، وفيها التكايه ومساحة تخزين. هذه التكاية ومساحة تخزين، وتلاحظون شوفوا مراتب، يعني حجمه كمقاس وكذا، شوفه كأنه صغيرة يعني. بس كويس انها مراتب، كأنها هي شكل رياضي بس مريحة. انا ودي اطفيها اول عشان تشوفون، وبعدين اشغلها لكم. وعندك طريقة التشغيل هنا، مو جاي زي الزر، لا حركة حلوة صراحة، يعني ما دخل مفتاح، هو موجود كذا، بس هم حاطين يعني كشكل كلاسيك. خل شغله لكم اول شيء عشان تسمعون الصوت. بسم الله. صوت اكزوز مع انه 330 بس انه يعتبر قوي ما شاء الله. هذه الداخليه. سكر الباب ونكمل لكم. شوفوا الاضاءه. طبعا السماعات والاشياء الثانيه تقدر كلها على حسب مطلوبك، على حسب الاضافات اللي انت تختارها. ومثل ما انتم عارفين كل شيء بسعره، اي اضافه. طيب نبدا بالطبلون. الطبلون طول العمر هنا عندك جاي بالعدد هذا حق الار بي ام، وفي عندك هنا حق النمر حقت الجير اذا انت حولته على يدوي ولا على الار ولا الان، كلهن تطلع لك هنا. طبعا الجير مثل ما قلت لكم 8 سرعات. وهنا جايات شاشات على اليمين وعلى اليسار. الشاشه هذه تقريبا حجمها 7 انش، وهنا على اليمين بعد بعلمكم مسلفاتهم بالضبط. هذه بعد شاشه تقدر تتحكم فيها بعد. الشفتر هنا هو هنا حق الاوامر الصوتيه، وعندك حق النور تكبس العالي، وهذا مثبت السرعه. ان شاء الله واضح لكم. الازرار اللي هنا هذه تتحكم بالنور وكشاف الضباب وش اسمه الاوتو. وعندك هنا العصا بعد هذا حق المساحات. طيب والشفتر هذا، شوفوا شلون جاية طريقة قصة الدركسون صراحة جميلة. هنا طول العمر والسلامة تقدر تتحكم، تلاحظون كأنه مثل شاشة المعلومات، يعطيك عدد الكيلو والموضع والمسافة وكم ماشي الموتر والأشياء هذه. وعندك باليسار الدويرة الصغيرة هذه واحد درجة الحرارة الخارجية، حر موت اعوذ بالله، يلا لازم واحد يشغل مكيف الله يرحمنا برحمته. وهنا يا طول العمر الباب مفتوح حق هذا، خل الباب اللي ورا مفتوح عشان كذا، لانه ابواب شفطه. فخل نسكر. شوفوا هنا يعطيك شاشه طبعا على شكل عدادات، تقدر تختار وش تختار من ضمن الخيارات اللي تبي.
عندك هنا مقياس حق البطارية والزيت، ودائما بعضكم يسأل يقول وين المبير حق البنزين، هذا هو حق المبير البنزين، شوفوا شلون جاي. لبعض السيارات ما يكون واضح حرارة الجير، حرارة الماكينة وكل شيء، وهنا زمن القيادة واستهلاك الوقود، وهنا تقدر تحط الجي بي اس بعد، وهذا حق النيوتن كم يعطيك، وانت تدعس يعطيك وين شلون طريقة اللي هو توزيع القوة. وهنا بعد اذا انت رحت يا طول العمر طبعا تقدر تتحكم وين، هنا اذا تبي تسوي رجوع ولا اي شيء تسوي رجوع من هنا، هنا الاشارات التنبيهية اذا مفتوح باب زي كذا تطلع لك هنا، تبي توخرها تضغط من هنا، اشارات التنبيه دايم تجي بالمكان هذا اللي قلت لكم. طيب عندنا بعد البوصلة، هذه تقدر تتحكم فيها من الشاشة، تقدر تغيرها، غير بوصلة، حط الساعة، حط الأشياء اللي أنا أبيها. هذه الخيارات الموجودة بالفرار اللي من هنا، حط جاي شكله على كلاسيك، شوفه شكل كورة كذا تحكم، وبلوتوث عندك، وهذا على طول يدخلك على لك على الرادو والوسائط اللي عندك بالشاشة. الشاشة هذه عاد يبيلها جلسة. خلصنا تقريبا من هنا، الحين بنجيكم ونوريكم الشاشة. بالنسبة للشاشة حجمها 12 إنش فاصلة 3، وفيها يا طول العمر أغلب الأنظمة المعروفة حقت الجوال، الجوال المعروفة اللي هي كار بلاي والأندرويد وأوتو والجي بي إس، يدعم الجوجل إيرث. طبعا هذا هو الجي بي إس، تقدر إنه يدعم عن طريق الجوجل إيرث. صراحة الشاشة هبيلة جلسة يعني الحالة، بس إنك تقدر تتعلم لها بسرعة. طبعا عندك هنا مثل وضعيات القيادة، سبورت سبورت وإندفيدوال، التحكم اللي هو بالأنوار والإضاءة، ستار خلفية، خلينا نسكرها نشوف عشان طالت بعض الصور عكس الشجر. التكييف تقدر تتحكم فيه عن طريق الشاشة، إن شاء الله أنا تضبط لكم واضحة. خلبي غير مكان لأنه عاكس الشجر، أوريكم بعد حتى الكاميرا تشوفون، هذه كاميرا هي جاية، هذه كاميرا خلفية واحدة، ولا فيه فئات تصير أربع كاميرات. البس بغير المكان، عندك يا طول العمر والسلامة، هي بتطول الجير صراحة عجيب. طبعا الجير اذا انت الزر حق البي بس تضغط هنا، تضغط الزر هذا عشان يصير على البي، وعلى طول يتحول للبي، شوفوا. طيب نجي هنا نكمل لكم، قبل شوي ما كانت واضحة، عندك يا طول العمر والسلام هنا تقدر تتحكم بالمكيف، حتى الفتحات حقت التهوية المكيف لو انتم شايفينها هذه اللي تحت تسكرها من وين؟ تسكرها من هنا. انا ودي ارفع الاضاءة صراحة. فتحة التكييف تقدر تسكرها من وين؟ من هنا. هنا تسكر هذه، شوفين. افتحها، تقدر تفتحها من هنا. كل شيء يخص حق الوسائط، المكيف، الإضاءة، الستاير، كلها من عند هنا، من عند الشاشة. وهذه الوسائط، وهذه الصفحة اللي هي الرئيسية، تقدر توزعها طبعا، تقدر تختار وتقسم الأشياء اللي أنت بيها وين تصير، تطلع لك بالشاشة. هذا الجي بي اس شفناه، وعندك هنا الوسائط، الهاتف، السيارة، وهنا التكييف، وهنا بعد إذا أنت نزلت تطبيقات، اللي قلت لكم إنه في مجموعة كثير من التطبيقات تقدر تنزلها. صراحة يبيلها جلسة، هذه يبيلها مقطع الحال وساعة يمكن تشرح كل الأشياء الموجودة. طيب خلني نجي هنا، أنا صراحة ذبحنا الحر، بس لأني سكرت مكيف من هنا، أشوفه تسكر وبرجع شغله مرة ثانية. هنا شوف فتح، ونقصر الصوت بس عشان ما يزعجكم. وهنا بعد في فتحة تكييف فوق المعلومية، تقدر بس هنا تروح يمين وتروح يسار بس، وتقدر تسكر المكيف هنا الهواء الدفع من نفس الطريقة اللي قلت لكم الشاشة. أنا دخلت على طول بالشاشة ووريتكم على شكل الجنب، هذا شكل الجانبي. صراحة أشوف أنه ملمومة مرتبة وأنيقة كذا، والتصاميم اللي فيها موجودة كل شيء كويس، بس ولو تحس أنه شوي في أشياء قديمة. يعني ودي أنا لو مثلا زي الطبلون هذا، لو خلوه شاشة كاملة بدون الـ RBM اللي هنا بالنص، خلوه شاشة كاملة، تقدر أنت تحط ثيمات زي نظام المرسيدس، أكثر من ثيم وأشياء زي كذا. بس خلوني أخلص من هنا وبعدين أكمل لكم الأشياء الثانية، لأن ما أبي أمشي معكم بالترتيب. طيب الحين هنا خلينا نقصر الإضاءة لأن صارت قوية، أيوة كذا تمام.
هنا اختصارات للشاشة وهنا الميديا كلها تجي اختصارات حقت الشاشة اللي هنا الهوم. إذا ما تبي تلمس الشاشة مثلا هذا إذا فريته هذا راح شوف يصغر الجي بي إس تقدر تتحكم فيه بالشاشة بكل شيء موجود بالشاشة تتحكم بالشاشة إذا أنت على النافذة اللي أنت دخلت عليها. طيب هنا المكيف أكيد مستقل للسواق والراكب ومستقل بدرجة الحرارة والدفع وهذا اللي يطول القصر. شايف هنا هنا تحكم حق بعد الراكب وهذا الأوتو حق اللي حق المكيف حق قوة الدفع طبعا نبي نسكره. طيب خلاص ما نبي يا الحبيب وهذا الأوتو هذا حق قوة الدفع يصير أوتو يعطيك الفل الدفع حق المكيف. هنا هذا حق اللي هو حق القزاز إذا صار فيه ضباب ولا شيء وهنا سبورت وضعية القيادة وهنا بعد تتحكم بوضعية التعليق وهنا زر فاصل مانع انزلاق وهذا تسكر اللي هو حق الهواية وهنا الاندفجول أنا ما أدري شلون يعني حاطين وتوزيع الوضعيات القيادة أحس اللي أول مرة يلخم شوي لأنه متعودنا أنه يصير بزر واحد والمكان واحد بس التيربو تصير في قطعة هنا طالعة دائرية على شكل دائري فيها وضعيات القيادة تقدر تتحكم فيها زي نظام الجي تي اس المرسيدس بعد حطوه نفس الحكاية من هنا والسي كلاس بعد الجديد اللي حطوه فيها نفس الوضع. فأشوف الشركات أغلبهم صاروا يطلعون هنا يصير حتى إنه قريبة لأنت تبغى تغير وضعية بدون ما تضطر تروح تنزل يمين وتغير وتناظر خلاص عندك هنا موجودة بس طق 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 وقضينا. طيب نكمل هنا الجير هذا هو شوفوا جايب قطع صغيرة طبعا الإضاءة أضعفت شوفوا هذا هو حلو شكله هذا بس أنا حسيت إنه ودي لو كشكل الديكور اللي بنصينه ودي لو أفخم من كذا يعني دائما الأشياء إذا صار حجمه كبير ولا شيء تعطيك جمالية أكثر. هذا بحكم إنه قطع لو تلاحظون قصة المرتبة شكل المرتبة تكالب النص الجير الأشياء تشوف أحجامه صغيرة ما أدري ليش مع إن السيارة شكلها مبرك حجمه كبير. طيب هذه عندك يا طول عمر شوفوا هنا اللي هو حقة شو اسمه الولاعة حقة الدخان وهنا حمل كواب هذا الدرج اللي يقول لكم انه صغير هذا حق حمل كواب شوف الدرج تفتح وين من هنا وشوف انه حجمه صغير صراحة نظارتي توي اتذكره عشان ما نسيته اني برجع السيارة اليوم. هنا مساحات تخزين صغيرة فودي لو اكبر يعني لو اقل شيء لو حاطين حق حامل الكواب هذا انك تقدر ترفعه بنفس الوقت عشان تستفيد منه. بس تقريبا خلصنا من هنا ربقات طبعا اماميه وجانبيه وعندك يا طول عمر السلامه هنا الاضاءه حقه السقف جايه كذا الاضاءه شوفوا بالازرق بس خلنا نطفيها عشان تشوفون هذه الاضاءه حقت القراءه وهذه اضاءه زي ما تكون من نفس المحيطيه حاطينها لك بالسقف كشكل يعني بس بس السقف عادي مو شموا عندك شوفوا الزر اللي يسكر الحساسات وين حاطينه توي انتبه له وهذا الزر اللي شايفينه طبعا هذول بس حقات الستاير اللي فوق سقف البانوراما وهنا تقدر تفتح سقف البانوراما كذا بس انا ما ودي افتح انا صراحه بس تقريبا خلصنا من هنا من الاشياء المهمة. الدرج هذا هو الدرج في مدخل سيدي اوضح لكم ان شاء الله هذا هو في مدخل حق ذاكرة بعد خلصنا المرتبة خلفية شفتوها وتقريبا قضينا. بالنسبة للنور انا ما سمعتكم صوت البوري اول شيء خلي شوف اسمعوا قبل افتح النافذة وانتفعت هذه الإنارة المحيطية يمكن عشان ما تسمعونه زين خلي افتح لكم النافذة هذا الصوت النور راح نطفي النور انا خلي اشغله لكم طبعا مو مظلم المكان هذه اضاءته ما شاء الله مع انه بس اللي يدي مو ماتريكس يعتبر قوي بعد بالنسبة للعزل والرساوة والراحة هذه السيارات الألمانية كل الناس تجمع أن قمة الراحة قمة العزل قمة الرساوة
هذه منتهين منه باغلب سيارات الالمان، يعني لا اودي ولا بورش ولا مرسيدس ولا بي ام دبليو، كلها هذه ما شاء الله تبارك الله معروف الالماني بشكل عام. بس اللي يميز البورش عن السيارات الثانيه الالمانيه قوه الثبات، فيها ثبات مو طبيعي. عندك يقول لك هذا حاطين نظام اللي هو 4D، هذا مرتبط الشاصي مع جميع الانظمه والتعليقات بالسياره بحيث يعطيك افضل راحه وافضل رساوه وافضل تسارع من ناحيه المحرك اذا حطيت سبورت ولا نورمال ولا الاشياء، يعني كل الاشياء مشتركه مع بعض. فهي سياره يعني من قوه الرساوه تقدر تدخل بمنعطفات قويه وعلى سرعه ما عندك مشكله ما شاء الله. هذا كهين ما شاء الله تبارك الله. صراحه اشوف انا يبي لي ضروري نجرب التيربو، لانه ودي بعد اجربه بحلبه، لانك ما تقدر تجرب زي كذا التيربو ولا شيء بالسيارات القويه هذه الا باماكن حلبه ولا اماكن مخصصه، لكن نحاول ان شاء الله انه على ما قال نجربه لكم بحلبه. الموتر بشكل عام صراحة ممتع، قيادته الانسيابية رساوة كل الأشياء اللي ذكرت لكم، يعني له نكهة خاصة بسواقي صراحة. وودي الشباب اللي معهم البناميرا ولا نفس السيارة نفس الموديل أو الفئة هذه يشاركونا بتعليقاتهم، من حيث عاد قطع الغيار، من حيث الجودة، من حيث الصيانة، كل الأشياء هذه عشان تعم الفائدة.